قاعدين في امان الله انقصفه واستشهدوا مرت اخويا واولاده ثلاثه، وكمان كانوا اهل مرته هناك برضو كلهم استشهدوا، وكانوا في نازحين من غزه استشهد تقريبا 17 شخص اللي توفى كلهم يعني هيك، وهم نايمين قاعدين يعني ابرياء زي ما بيحكوا، ما لهمش علاقه باي شيء، كلهم راحوا استشهدوا. العيلة كاملة واحد، ناس نايمين امنين، ايش نعمل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. روح يا رجل. كلهم اموات كلهم. ليه بقوا كويسين ومنيحين ومحترمين يا الله؟ ايش صار؟ ده اخير يا عمي قبل ما تنت في غزة، غزة قاعدة بتموت. غزة بأطفالها، إذا ما بموتش من قصف بموت من الجوع يا جماعة الخير، بموت من المرض قاعد. بنوجه نداء مشان الله. الحقونا بقولكم. الحقوا الشعب بالمرة، يعني احنا عن جد يعني في اخر انفاسنا.